المتسابق التالي. ايش فيك تقول كذا جابر؟ سم؟ لا تعال يا اخو اجل انا بعد. لا انا ما اشوف اللي ابي انا ترى. سبقك بها عكاشه خلاص. هذا جابر. يا مرحبا. اعطونا مقطع. ميس الكلباني من جمهور جابر، شكرا انك مثلت اعمال خير تمثيل، ذلك المركز الاول. تبونا صدقي ولا ما تبونا؟ انا نرد الشمري من السعوديه، وانا احب جابر حق ثاني مره 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 مره، ان شاء الله يفوز بالمسابقه. السلام عليكم جابر، كيف حالك؟ كيف حال ربعك؟ احنا كنا معك ونتمنى لكم التوفيق، ويسلم عليك علي. بسم الله عليهم. عسى الله يحفظهم. والله الفيديو الاول ما اعرفه، بس قال اعتقد لميس الكلباني هي من سلطنة عمان بالضبط. والثانية ندى الشمري من السعودية. من السعودية طبعا. ندى الشمري من اعتقد من حائل، مودل في حائل. والثالثة طبعا الفيديو الثالث على واحد ولد اختي، واحد والثانية بنت اخوه. بسم الله عليهم. الصافي وعلي ما شاء الله. قول ما شاء الله. بسم الله عليهم، عسى الله يحفظهم. والثالث طبعا اخر فيديو هذاك اخوي راشد اخر العنقود. ما شاء الله تبارك الله. عسى الله يحفظهم يا رب، بيض وجهك، تستاهل المحبة هذه. الله يبقيهم. بتقول لهم شيء؟ والله ما شاء الله، الله يحفظهم. بسم الله عليهم. الله يعطيك العافية. بيض الله وجهك يعني. الله يسعدك. طيب سم. سم يا سعيد. اي تعال. هو يقول اجي قلت تعال، ما برد بخاطر. تعال تعال يا سعيد. والله سعيد تعال، ما رد بخاطرك والله. سم طلع.